الليلة وبهالأجواء الحلوة الرائعة وبوجودكم أكيد نشهد سوا ولادة ألبوم شعري جديد آهات عاشق للشاعر العراقي مأمون النطاح. أحيا الشاعر العراقي مأمون النطاح، أمسية شعرية تعد الأولى له في العاصمة الأردنية عمان، تغنى فيها بالعديد من قصائده التي تنوعت بين الغزل والقصائد الوطنية. إذاع الشعر ابشر حروف رمال، وإذاع المرجلة من زاخل الشطرة، وإذاع الطيب تعالي وشوف الأفعال، فزع بالرمادي تنتخي البصرة. إذاع الشعر ابشر حروف رمال، وإذاع المرجلة من زاخل الشطرة، وإذاع الطيب تعالي وشوف الأفعال، فزع بالرمادي تنتخي البصرة. عراقيين نبقى للزمان عقاب، نطوع الوقت عنوة ونصنع العبرة. شكرا جزيلا لحضوركم أولا وشرفتوني، والمناسبة هي حقيقة إطلاق أول ألبوم شعري صوتي، وإن شاء الله يعني يلاقي صدى. يعني حالة الشاعر مو 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 يعني مو وحدة، يعني إذا طابت النفوس غنت. وطن داخلنا اشتياق وجرح وحنين، والغزل ساحة لابد أن نغزوها في بعض الأحيان. راح أقول شيء يعني للعراق، يعني شكل أبو ذي عشان السرعة، يقول أنا اللي من عرف مزحي وجدي، وأبوي حزام على العالو، وجدي عراقي شلون مديدي، وجدي وليال الضيم ركعت بين يديه. حضر الأمسية العديد من أبناء الجالية العراقية والكثير من المواطنين الأردنيين والعرب، حيث اكتظت بهم القاعة ليتذوقوا أعذب الكلمات والأشعار. ما مطرت على روح المحبة بيوم، ولا زرعة نبت بالمي لقيته، يبو سن البرد ضحك اللي غمازات، ويبو خد الترف خدك فديته، تبعتك وادري دربك ما يرد مشاي، وكل واحد يتبعك تهجم البيته، إذا شافك نيوتن غير القانون واخذ من نور وجهك جاذبيته. أول شيء طبعا هذا شرف لإلي، أنا سعيدة كتير إني قدمت هالأمسية الشعرية. أنا بعرف الشاعر العراقي مأمون النطاح من سنتين تقريبا وبتابع أعماله، لما إجتني طلب إني أقدم هاي الأمسية كتير انبسطت. عم بيقدم رسالة، مش مجرد كلمات بنسمعها كموهبة أو بننبسط فيها، لا، عم بيقدم رسالة راقية بتوصل إلنا بكلماته الحلوة زي ما سمعت قبل شوي. سعيدة جدا بهالتجربة، مأمون إنسان راقي، إنسان رومانسي، شاعر بيوصل رسالة بكلمة بسيطة بتوصل لقلوب الناس بسرعة، فهذا شرف لإلي أكيد. بدي أقول إنه لأول مرة في عمان بصير عندنا أمسية من النوع هذا. بالعادة الأمسية الشعرية متعارف عليه أنها تقام تقليديا، طاولة وعليها مايكروفون وشاعر القصائد جمهور عادي. المرة لا، الموضوع صار دخلت الموسيقى، دخل الكمان، دخل الأورج، دخل العود، فصار في تمازج جميل بين الشعر وبين الموسيقى، مما يعني يساهم بإمتاع المشاهد. أهل فزعة وعلينا تعيل الأشباه، وإحنا بكل حزينة جسور جسور دقينا، منه اللوم في حرق النسل والقاع، ولا ينفع نلوم اللوم ملينا، الأسد يبقى أسد، الأسد يبقى أسد لو على فراش الموت، ولا قرد القدر يوصل عارين. من العاصمة الأردنية عمان، غسان عدنان، قناة الرشيد الفضائية.